بسم الله الرحمن الرحيم، واهلا بحضراتكم في حلقه من برنامجنا اليومي مطبخ دريم. ان شاء الله حضراتكم يا مدام ابتسام هوريك الدنيا فيها ايه، بس واحده واحده مع بعض. اتضايقت من حضرتك ابدا يا شيف محمود. صباح الهنا. صباح الفل على عيونك. ازاي حضرتك يا شيف؟ وحشتنا جدا والله. الله يخليكي لينا، ربنا ما يحرمنا من ذوقك. بس عايزه اقول كلمتين بصوت والله. سعادتك تؤمري. حضرتك مجمعنا يا شيف محمود من شمال مصر لجنوبها، الناس بتحبك في الله وبنحب بعضينا من خلال حضرتك. انت عارف انا طول عمري اقول لك انت مجمع الناس كلها. الله يكرمك ويبارك لي في عمرك. يعني لما مدام سما دي مشاهده من حضرتك من اسوان، لما تيجي القاهره تشرفني في بيتي وتزورني محبه في الشيف محمود، ما نعرفش بعض خالص ولا شفنا بعض عمرنا، فيعني دي حاجه كبيره والله. ده لان حضرتك اهل واجب كده والله، دايما منور بيوتنا ومفرحنا على طول ان شاء الله يا شيف. الله يخليك يبارك لي في عمرك. تسلم وتعيش يا شيف، وتسلم ايدك وربنا يحسن ما بين ايديك دايما. الله يخليك يا رب. تسلمي، متشكر ليكي جدا يا مدام ابتسام. هنا يا جماعه انا قطعت العجينه كور، هوريكم كل دوت، ببتدي ان انا احمرها اهيت. انا بس عايز نار هاديه. مقاديرنا بقى، نحط المقادير بتاعتنا كله مع بعضه. ادي الدقيق، شايفين الدنيا فيها ايه، وادي الخميره، وادي الفانيليا، وادي البيض اهوت بالشكل دوت، وادي الزبده، وبعدين ادي السكر. خلاص يا جماعه، وادي الميه بتاعتنا. حطيت كل المقادير انا مع بعض، ونشوف الدنيا فيها واحده واحده كده على مهلنا، وهنعمل ايه وهتوصلنا لايه. حطيت المقادير كلها، المقادير دي بتتعجن لمده من 6 لـ7 دقائق. يبقى انا بعجن العجينه دي. امرا ما عنديش عجان يا شيف محمود، بقدر برغم ان العجان ده بقت اسعاره حلوه دلوقتي، بقدر ان انا اعمل ايه، اعجن بايدي الشكل ده كده. ما بتبقاش عجينه قاسيه قوي ولا بتبقى لينه. وهنقفل كده ونبدا نعجن. مين معايا عفوا؟ يا استاذه رانيا، اهلا بحضرتك. محمود صباح الخير. ازاي سعادتك يا ست الكل؟ الله يخليك ويبارك لي في عمرك. الله يخليك. انا حضرتك علمتني السينابون، يعني انا دلوقتي بتطلب مني بالاسم السينابون بتاعي بصراحه يعني. طب هفصل العجان واسمع سعادتك، قولي لي تاني كده ست الكل. حضرتك علمتني السينابون، انا بتطلب مني السينابون بالاسم، يعني الفضل ربنا ثم لحضرتك والله يا شيف محمود. ده حلاوه ايديكوا بس مش اكتر. لا والله يا شيف محمود، حضرتك بتدينا يعني كل التكات وكل التفاصيل، وبامانه فعلا يعني ربنا يبارك لك يا شيف محمود والله. الله يخليك، ده صنف جديد تقريبا مش موجود. انا هعمله، انا مستنيه امبارح لما شفته على الصفحه، ان شاء الله هعمله واوريه لك. تسلم ايديكي وعينيكي، ربنا يبارك لنا في عمرك ويخليكي لينا يا مدام رانيا. تسلمي لي، شكل سعادتك قوي. هنا يا جماعه انا العجينه هعجنها، هبتدي اكورها كور صغيره. الاول اسيب العجينه تخمر، يعني انا بعد ما اعجن العجينه ديت هوريكم الاول لازم اسيب العجينه تخمر، وبعد ما اسيب العجينه تخمر هوريكم كل حاجه. ابتدي اقطعها كور واسيبها تخمر تاني، وابتدي احمرها بالشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت، وبعدين بنزلها ببتدي ادهنها زبده سايحه، او انا فضلت عشان ما تبقاش دقيقه ان انا اديها سيرب خفيف، ان انا اديها سيرب مش خفيف عشان ما يطرهاش. يعني ايه؟ يا دوبك بس ادهنها سيرب من بره، مش هتشرب من جوه، ما تخافوش مش هتشرب من جوه. وابتدي بعد كده اعمل ايه؟ انزلها. ده هنا عندي سكر، ننزل مقادير تانية يا استاذ عبد اللطيف. ده هنا عندي ربع كيلو سكر، 50 جرام قرفه، عليه معلقتين زبده، وممكن ان انا ما احطش الزبده. ابن حلال مصفي والله، انقذتني. يا ست ام مهند اهلا بسعادتك. ست ام مهند اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام يا ست الكل، ازاي سعادتك؟ والله في نعمه الحمد لله. ازاي سعادتك يا شيف؟ الله يخليك يبارك لي في عمرك. تسلمي لي. الله يكرمك. معلش يا شيف بس يصبر علينا. لا افصل العجان عشان اسمع سعادتك. هفصل العجان واسمع سعادتك. اتفضل يا شيف. معاك يا ست الكل، تحت امرك. معلش يصبروا علينا يا شيف بس في المقادير دي، خلوها شويه على الشاشه. فورا تقعد طول الحلقه المقادير اللي انتوا تمروا بيه، طلباتكم اوامر عندنا طبعا. الله يكرمك يا شيف، وسلم ايدك يا شيف، سلم ايدك. الله يبارك لي في عمرك، تسلمي لي كل ذوق، وربنا يجعلكم في العالي دايما. تسلمي لي. الله يخليك يا شيف، الله يخليك. تحت امرك. ننزل المقادير تاني كده، صوريها يا ست ام مهند، واللي تمروا بيه عينينا ليكم. ادي كده، تسلم ايدك وعينك. هنا انا كده عملت ايه، ادي يبقى احنا ده جديد، عارفين بقى بيتباع بره، ده مش من دماغي، بيبقوا بره بقى في المحلات الكبيره، يمكن مش عارف معمول في مصر ولا لا يا جماعه،
بيعملوه في قراطيس كده صغيره زي الكورن تشيكن كور زي الفشار كده، تبتدوا تاكلوه هناك غاويين هم البطاطس المحمره زي ما اتفقنا، الماروني، الحاجات ديت كده. طول ما هم شعب يعني ما شاء الله اكيله ما بيتخنش، مش عارف ليه، عشان بيقولوا على المصريين اكيله وبياكلوا ومش عارف ايه، والله بياكلوا اكتر مننا. لما شافوا الكنافه ليا حد اعرفه يعني من بره شاف الكنافه اتجنن على الاكل المصري، والله العظيم المفروض تفتخروا بنفسكم قوي 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 قوي. يعني انا بكسب وقت وببتدي احمر، شفنا كده المنظر كده لسه مخلص، فاضل لي الحشوه اهي، فاضل لي الحشوه ده كده نوع. وعلى فكره محلات كتير قوي يا جماعه موجوده في البلد عندنا هنا شغاله على ده بس، شغاله على ده بس. يعني احد بصوا المنظر ده برضه اوريه لكم. طيب يا مدام نور اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام استاذتنا الغالية. ازي حضرتك يا اعظم شيف في العالم كله. الله يخليكي تسلمي لي، ده من ذوقك. الله يخليك، ما يتحرمش من حضرتك، دايما كل حاجة جديدة مش فاشلة من حضرتك بس يا شيف محمود. الله يكرمك، ربنا ما يحرمنا من ذوقك ابدا. ما يتحرمش من حضرتك ابدا. الله يخليكي، ربنا ما يحرمني من ذوقك يا مدام نور، تسلمي لي. ألف مليون سلامة على المدام. الله يخليكي، ربنا ما يحرمني من ذوقك، تسلمي لي، ربنا يحفظك، شكل ليكي قوي قوي يا مدام نور، تسلمي. ده لما حمره هيبتدي بعد كده اديله حاجه من الاثنين، يا سكر خرز اول ما يطلع على طول كده انزله في السكر الخرز، او انزله في سكر وقرفه اللي انا عايزه عفوا. وبعدين هنجيب العجينه كده الاول ونشوف الدنيا فيها ايه. يا سلام، شايفين العجينه لا احتاجت ميه ولا احتاجت حاجه يا مدام سوسو ولا في اي الله. شيف محمود ده نص كيلو يا مدام سوسو، ازيك يا مدام؟ معاك يا ست الكل، ازاي سعادتك؟ ايوه ازيك يا شيف محمود، الله يحفظك ويبارك لي في عمرك. وحشتنا والله. الله يبارك لي في عمرك، تسلمي لي. تعودنا نشوفك كل يوم. الله يخليك، ان شاء الله الاسبوع ده انا معاكم كل يوم باذن الله. يا سلام، ده انت تشرفنا. الله يخليك ويبارك لي في عمرك. تسلم ايديك وعينيك على اللي بتعمله ده. ربنا بس ممكن اقول لك تعيد لي البتاع المضفره دي تاني؟ عينيا. اللي هي وألف سلامة للمدام. الله يخليك، اللي هي المدورة. لا المدفرة. المدفرة هوريها لك، هي من نفس العجينة. وهنشوف الدنيا فيها ايه. حاضر عينيا. خلاص ماشي. اللي تأمري بيه حاضر. عينيا اللي تأمري بيه حاضر، تحت أمرك. طب وبعدين يا شيفنا وبعدين؟ أنت كده عجنت، احنا مالناش دعوة باللي أنا بعمله، أنا بشتغل على إيه؟ أنا بشتغل على الملعبين، على الجنين. وبعدين؟ خدنا العجينة عجناها، حطيت المقادير كلها مع بعضها يا جماعه، عجنتها لمده 6 أو 7 دقائق. شايفين العجينه طلعت معايا؟ لا زودت شويه ميه ولا اديت زبده. شايف العجينه كده يا استاذ عبد اللطيف؟ شايف عامله ازاي؟ العجين ده عجين ده فن. بسيب العجينه ايه؟ اغطيها في كيس واسيبها ايه؟ تخمر. برافو عليكم. بعد ما بتخمر العجينه ببتدي اعمل ايه؟ ببتدي اجيبها كده، عايزين الكور ما تبقاش كبيره. يعني ايه؟ ولا قد، يعني هنقول قد الليمونه الصغيره المصري بتاعتنا كده، بالشكل ده كده اهي، بالشكل ده كده يا مدام سلوى. ونشوف الدنيا ايه فيها ايه، احنا ورانا ايه يا مدام سلوى. مدام سلوى اهلا بحضرتك. يا مدام سلوى اهلا بحضرتك. اهلا بيك. لو سمحت يا شيف، اللي تأمري بيه. اعرف العجانه دي نوعها ايه؟ ما انا مش هقدر اقول على الهوا، خدي رقمي وقولي سعادتك نوعها ايه. عيني ايه تاني اللي سعادتك تأمري بيه؟ قفلت؟ قفلت يا اسلام. طيب وبعدين يا مدام نبيله؟ مدام نبيله اهلا بحضرتك. صباح الخير يا شيف. صباح الفل على عيونك. ازاي حضرتك؟ ازاي سعادتك انت؟ منور الدنيا يا شيف. الله يخليكي ويبارك لي في عمرك، تسلمي. احلى خبر سمعته دلوقتي وانا بفتح انك بتقول معانا الاسبوع ده كله. ان شاء الله، ده شرف ليا طبعا. ربنا يا رب يخليك ويعليك ويخليك لينا دايما. الله يخليكي، وطبعا زميلنا الجميل دلوقتي زمانه. انا بس بشكرك على حاجاتك الجميله، كل حاجه بعملها من وراك. ده شرف لينا يا فندم، شرف ليا. بس الاعاده بتاعت كل يوم الساعه كام يا شيف؟ تقريبا هي يوم الجمعه. جمعه كل الحلقات؟ والله ما عارف، ما بتفرجش خالص على قناه دريم.
طب كده بقى اسالني وقول لي خلال الحلقه شو يعني بعدين. عينيا تحت امر اللي سعادتك تامري بيه. على كل حاجه اللي سعادتك تامري بيه. عينيا ليك. الف سلامه سيف. شكرا. الله يخليك يا رب. تسلمي. وبعدين 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 يا شيف محمود يلا تودينا في 60 داهية. هنا ادي الكور دي هي الكور دي. شايفين الدنيا فيها ايه؟ ها الحجم ده بسيبه يخمر تاني. الحجم اللي انا هنا على الطبق اليمين ده بسيبه يخمر تاني. الزيت يكون عندي هادي بداية الحلقة اللي انا عملتها. بداية الحلقة اللي انا عملتها ابتديت احمر في الزيت على نار هادية يطلع المفروض ياخد زبدة سايحة يدهن بيها وينزل في السكر والقرفة. او انا اديته سيرب خفيف ونزلت في السكر والقرفة وخلصت القصة بتاعتنا. وبعدين يا شيف وبعدين شايفين كده الدنيا هنا عاملة ايه؟ طب عايزين نعمل الشكل ده يا شيفنا. وبعدين 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 يا شيفنا هنبدأ نعمل الشكل ده كده ونشوف الدنيا فيها عشان نلحق نضرب ايه. بنيجي كده اهو بس تكون خمرانة برضو تكون ايه؟ برافو عليكم خمرانة. شايفين كده الدنيا عاملة ايه؟ كأني بعمل بوصمات. ونقوم عاملين كده ولازم نقفل من تحت كده اه ونسيبها تخمر. نعمل تاني كمان واحدة. احنا ورانا ايه؟ ما وراناش اي حاجة. اطلع بس هنا اللي عندي ده يبقى انا كده كسبت السوى. لاني لو ابتديت اسوي لان عايز لسه احشي اللي هنا دوت. الله يا شيفنا تمام. وهي سخنة كده تنزل على السكر الخرز على طول بالظبط كده. شايفين المنظر اهو. وبعدين على طول هي هتلقط الايه بالظبط. برافو عليكم. ليه بتخافوا؟ يا استاذه دنيا اهلا بحضرتك. ولا يهمك يا استاذه دنيا حاولي معايا تاني. يا سلام احنا في ديك الساعه ده شرف لينا طبعا. ابدأ كده شفنا واحدة واحدة كده ما تلخبطش نفسك تعبش الناس ما تزعلهمش. أهم حاجة رضا إيه؟ ربنا أولا ثم رضا الناس. وآدي المنظر أهوت يا أستاذنا أهو يا سمسم ولا تزعلنا. هو ده اللي أنت بتحبه يا سمسم أهو. أهو يا سمسم بس كده شفت الدنيا عاملة إيه؟ يا سلام يا سلام. بس خد بالك برضو سعرات حرارية يا سمسم وأنت عامل رجيم. أيوه كده تاكل 10 بس ولا يهم. ألف هان. حاضر الشكل ده كده أهو. وخلصت القصة بتاعتنا بس كده. الله ده لأولادنا يعني لو عندي رحلة. طب ما المدرسة داخلة يا شيف محمود احنا نقدر نعمل لهم الكلام ده. طب ايه بيبقى طعم ده يا شيف محمود؟ يا سلام يا سلام. وشوفوا أسعاره بره ايه. نعمل كمان واحدة هنا يبقى دي كده برضو بنسيبها تخمر بس بعيد عن بعض. معايا ولا مش معايا؟ دايما المخرج يشتكي مني. معلش يا سيدي حاضر ههدي شوية بس كده. عناية نرجع تاني نعمل كمان واحدة عشان نلحق نعمل بقى ايه الجبنة بتاعتنا. بنيجي كده اهي بقطعهم كلهم زي بعض اهو. ايه الأخبار؟ اهو واهو. الله يكرمك الله يكرمك يستر عرضك اهو. خلصت القصه. وسيب لي ده يا سيدي كده يخمر. وخلصت القصه بتاعتنا. يبقى احنا عملنا العجينه وعجناها سيبنا العجينه تخمر. وبعد ما العجينه خمرت يا شفنا ايه اللي حصل؟ ابتدينا نشكلها سواء كور صغيره نسيبها تخمر تاني. الزيت يكون عندي ميديم يعني نار هاديه مش هاديه قوي يعني. وابتدي احمر بالطريقه اللي حضراتكم شايفينها ديت. هنا بيكون عندي سكر خرز ابيض او هجيب دلوقتي سكر والقرفه ونشوف الدنيا فيها ايه وعامله ايه. طيب الحشوه بتاعتنا يا شيف محمود يبقى انت كده هات لي بقى السكر الابيض ده كده وارجع هات لي السكر ده كده ونشوف الدنيا فيها ايه. الحشوه بتاعتنا عباره عن ايه؟ ادي السكر البودره وادي الزبده وممكن ياخدوا وادي الجبنه الكريميه وممكن ياخدوا معلقتين لبن. اهو انا سايبكم بالراحه وعلى مهلكم عشان ما تقولوش ان ايه ان احنا او ان انا مسرع. واحدة واحدة احنا ورانا ايه؟ اطلع كده شفنا على كده. نقول تاني نزل لي مقادير الحشوة يا أستاذ عبد اللطيف ونشوف الدنيا فيها ايه؟ احنا ورانا حاجة ما وراناش أي حاجة. اطفينا بس النار كده. مقادير الحشوة بتاعتنا ايه؟
مقادير الحشوه بتاعتنا ايه. طبعا انا لازم هنا ان انا اشتغل بايه، لازم اشتغل بايه، بايديا، ولا يلا نلبس الكلافز بقى. مقادير الحشوه بتاعتنا عباره عن علبه جبنه كريميه فانيليا، معلقه لبن، عشان نبدا نحشي الكلام دوت اللي هو. طيب يا ست ام احمد اهلا بحضرتك. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك ست الكل؟ مع سعادتك. انا مع حضرتك. انا ايوه يا ست ام احمد انا سامع سعادتك. لو سمحت يا شيخ محمود عايز رقم حضرتك. عايزه ايه يا فندم؟ رقم حضرتك. طيب فورا هحاول سعادتك على الكنترول ويدوا الرقم لسعادتك عينيا اللي تأمري بيه. ايه تاني؟ لا شكرا لحضرتك. طب عينيا عينيا اللي سعادتك تأمري بيه انا عينيا. حاضر. دي كده يا جماعه لو انا اولادي مش حابين لا سكر خرز ولا سكر ايه؟ اهو اتنى كده يا استاذ عبد اللطيف عايزينها كده سواء بالمربى او بالسيرب. ايه الاخبار؟ برافو تمام يا شيف محمود ماشي كويس قوي. يا سلام. الاولاد هشه فاضيه ننفق فيها الطير. وبعدين هتهنى هنا كده. طيب وديت ادي السكر وادي القرفه تمام. يبقى احنا كده عملنا حاجه وهنا عملنا حاجه وايه؟ وربنا ما يجعلنا اعمل لكم اي حاجه الا كل حاجه حلوه. وبعدين هشفنا ماشي. مدام يسرى. يا مدام يسرى اهلا بسعادتك. مدام نصرة ازيك يا سيف؟ مدام نصرة انت على راسي من فوق. الله يخليك منور الدنيا كلها. سعادتك انت اللي منوره الدنيا تسلمي لي ربنا ما يحرمني من ذوقك. انت عامل ايه ومنور الدنيا كلها ويا رب يخليك لينا. وايه الحاجات الجميله دي اللي انت حضرتك عاملها؟ الله يكرمك ويبارك لي في عمرك تسلمي لي ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. عايزاك بقى في مره تعمل لنا الهمبرجر باذن الله. عينيا. ايه تاني؟ تسلم عينك. لا تسلم عينك انت مش حاضر يا ست عايزين كل. حاجه ربنا يخليك. انا تحت امرك اللي سعادتك تأمري بيه. حاضر عينيا. يبقى انا هنا عملت ايه؟ خلصت كده واضح كده يا استاذ اسلام ولا انا مسرع؟ عجنا العجينه، العجينه خمرت معايا، ابتديت اشكلها سواء كور سواء الشكل اللي حضراتكم شايفينه دوت. وبعدين هنبتدي نضرب دلوقتي الجبنه مع السكر، لو لقيناها خفيفه هنديها اللبن. ادي الجبنه اهيت، جبنه كريميه بطعم الايه؟ صح كده ليه بتخافوا؟ بطعم القشطه. ايوه بطعم القشطه، ما هو في مدخنه مش هتعجبكوا. الله، ممكن اديها عصير ليمون لو انا عايز. بس الله، ايه الحشوه دي؟ ايه ده؟ ده النهارده ايه؟ النهارده عيد؟ يا سلام مفيش بعد كده. تمام يا شيخنا. كيسو بالبلة موجودين طبعا في الاسواق دلوقتي. ونبدا ادي الجبنه اهيت عليها سكر بودره. لو كانت الجبنه تقيله شويه بديها معلقه لبن، هنا مش حابه معايا خالص. وبعدين يا باش مهندسه، وبعدين وبعدين يا باش مهندسه اهلا بسعادتك. ازاي حضرتك؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ الحمد لله يا رب دايما نور والله. الله يخليك النور بيكم انتوا. بقول لحضرتك انا عايزه مقادير العجينه دي اللي حضرتك عملتها، ده دنش ولا ايه؟ لا ده السينابو اللي هو الكور اهو. اهو استاذنا بقى هيجيبها دلوقتي واقول لسعادتك على العجينه. ايه تاني؟ وعايزه نفسي بقى مره تقول لنا على المقلوبه اللي هي الفته المقلوبه اللي هي بالبدنجان. فته المقلوبه ونعملها لسعادتك. حاضر. ايه تاني؟ بس ميرسي خالص واشكرك جدا على برنامجك الظريف قوي قوي. الله يخليك يعني يا رب تسلمي. بنتعلم منك حاجات كتير والله. الله يحفظك ربنا ما يحرمني من ذوقك. هتنى كده حنان بقى ولا لازم استاذ عبد اللطيف يقول لك؟ براحتك. بصوا بقى يا جماعه مفيش بعد كده. شايفين الشغل عامل ازاي؟ تحفه تحفه. هم بيفكروا في اكلات كده بتبقى يا مدام ايمان ليهم ايه كده؟ شعب مرفه طبعا، غيرنا احنا شعب كادح، فبيفكروا كده في حاجات
دايما يحب يفكروا دايما في تطوير الاكل عندهم. يا مدام ايمان اهلا بسعادتك. حضرتك يا شيف محمود. ازاي سعادتك انت؟ ايه حضرتك عامل ايه؟ سعادتك بخير. انا بخير طبعا. من ايدك يا شيف محمود. الله يسلم عمرك. ربنا يخليك لنا وتعلمنا كل ما هو جديد طبعا. الله يخليكي. واصله الفكره كده ولا في حاجه صعبه؟ طبعا جميله. لا جميله جدا سبحان الله. على قد ما هي نص ساعه بس ربنا يبارك في حضرتك بتفهمنا كل حاجه. ده بيبقى فضل ربنا عليا طبعا. الله ربنا يخليك لنا يا شيف محمود وتسلم ايديك. الله يخليك. معلش يا شيف محمود حضرتك ممكن تعمل لنا الكيكه اللي المخططه دي تاني لانها ما نزلتش على النت احنا ما شفناهاش. عيني. ايه تاني اللي تأمري بيه؟ سلامتك يا شيف محمود. اللي سعادتك تأمري بيه حاضر. عيني ليكي تحت امرك. ها شفتوا بقى الدنيا عامله ايه؟ ها شايفين الحقن؟ هي فاضيه من جوه يا شيف محمود. بصوا خدوا بالكم عماله تنطر الجبنه ازاي بتسيح مع السخونيه. شايف تيجي تقطم الجبنه سايحه اللي واخده سكر واخده عصير ليمون اهي. بس كده شفنا. بس ايه ده خلصنا؟ معقوله؟ ده انا فاضل لي 5 دقايق. طب وبعدين هقضيهم فين ال5 دقايق دولت؟ دقيقتين؟ لا انت كده بقى يا اما ساعتي بايظه يا اما انت بتاكل من الوقت بتاعي. تعملوش كده مع عبد الناصر بصراحه. او ارتصوني. ما انا ما بجيش الا بالكلمه الحلوه. بيبصوا قاعدين يقولوا لي الوقت الحلو بيجري بسرعه. انا ما بحسش بالحلقه طبعا. انتوا اللي ذوق واخلاق. ربنا ما يحرمني من ذوقه ابدا في الكنترول. يعني ناس والله ونعم الاخلاق. يمكن ربنا وعدني بكل قناه بناس اخلاق عاليه مصورين ذوق جدا. ربنا يخليهم. ست ام ادهم اهلا بسعادتك. انا السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمود؟ ازاي سعادتك انت يا ست الكل؟ الحمد لله تمام. وحشنا والله يا شيخ محمود. الله يخليكي يبارك لي في عمرك. تسلمي. معاكي ست الكل تحت. انا عايزه طبقه سينابول قدام حضرتك اللي بتجي لنا ده عشان عيد ميلاد النهارده. ماليش دعوه. فورا 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 يوصل لساعتك. هتسيبي العنوان في الكنترول واحسن. أيوة. واحسن عربيه هنا في القناه هتطلع تجيب الحاجه لغايه ساعتك. لغايه بورسعيد. يا سلام. ولو اخر الدنيا. مش مصر. مش بورسعيد دي مصر. بس العربيه اللي هتجيك تبعت لنا معاها اكله سمك حلوه. بس كده على راسي والله. وانا على راسي. بتنقوا بقى السمك اللي انتوا عايزينه بقى. الله يخليك يا رب. تسلمي لي. على راسنا يا شيخ محمود. الله يخليك. والله العظيم احنا بنحس معاك يعني بالامان والله يا شيخ محمود. الله يكرمك. ربنا ما يحرمني من ذوقك ابدا. تسلمي لي. الله يخليك يا شيخ محمود. تسلم يا رب. شكل لسعادتك قوي. طيب يبقى احنا كده سريعا في الدقيقه الاخيره اللي احنا متواجدين فيها ديت. شفتوا بقى لما 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 بنحب نقيس الوقت ونحمر الاول ونعجن خلصنا شغلنا كله وعملناه قدام عينينا. عجننا العجينه بتاعتنا. حطينا كل المقادير مع بعض. الزبده ممكن تبقى سايحه ممكن تبقى جامده. عجنت العجينه لمده 6 أو 7 دقائق. طلعت العجينه سبتها تخمر الاول. افتكروا كده الشيف محمود قال ايه. بعد ما خمرت ابتديت اقطعها كور تكون قد الليمونه عشان اما تخمر تبقى قد الحجم ده. وممكن ان انا اجدلها بالشكل دوت عشان تاخد سكر خرز او تاخد. خدوا بالكم لو حمرتوا ونزلتوا في القرفه والسكر مش هتلقط منكم. يبقى انا هنا اللقطه عندي لازم اما تاخد زبده بس هتبقى تقيله يبقى السيرب. وحشينا الجبنه والسكر البودره وطلعت القصه عندنا هيت. قبل ما اختم طبعا انا بشكر حضراتكم جدا. شفنا الدنيا هنا عامله ازاي والعجينه عامله ازاي. شايفين الحشوه من جوه عامله ازاي بس ده بارد طبعا. أنا بشكر حضراتكم جدا جدا. يا رب الفكرة تكون وصلت. يهمني دايما إن إحنا نعمل أفكار جديدة أكل جديد تعرفوا أسرار الأكل بره إيه. تقدروا تنفذوه في البيت بسعر قليل وده شيء بيسعدني وبيشرفني جدا. ربنا ما يحرمني منكم ويخليكم ليا يا رب. ويجعلني دايما يا رب طول ما أنا واقف على رجلي أخدمكم في أي إن شاء الله. أكون قلت لكم مرة ترابيزة موجودة في الشارع كده هقف وهخدمكم. ايه يا شيف محمود اصل في بعض الناس ايه يا شيف محمود الالفاظ دي. انا راجل ابن بلد مصري هو ده طبعي ما بغيروش. القاكم على خير غدا ان شاء الله والسلام عليكم.